وللحديث عن هذا الموضوع معنا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد أحمد مرحبا بك. تحذيرات الخارجية الأمريكية لرعاياها جاءت فضفاضة نوعا ما، يعني أخطار في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وحيطة من السفر يوم الجمعة، يعني هل عادت الأمور إلى المربع الأول في مكافحة واشنطن للإرهاب؟ أنا لست متشائم لهذه الدرجة بالنسبة لقدرة واشنطن على مكافحة الإرهاب. قامت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الماضية بعمليات كثيرة حدت بطريقة كبيرة من قدرة تنظيم القاعدة والتنظيمات المتألفة معه على العمل بحرية، وهذا لا يمنع من وقت إلى آخر يحدث نوع من التراخي أولا ونوع من سوء تقدير للمعلومات. ونأخذ على هذا مثال، خلال العام الماضي في 11 سبتمبر قامت مظاهرات عارمة أمام القنصلية الأمريكية في القاهرة، السفارة والقنصلية الأمريكية في القاهرة، ووصلت حتى إلى حد إنزال العلم الأمريكي ورفع علم تنظيم القاعدة. ورأينا بعدها يعني في دقائق وأقل من الساعة مظاهرات مماثلة أمام القنصلية الأمريكية في بنغازي التي انتهت بنهاية مأساوية باغتيال السفير الأمريكي في ليبيا ستيفنز. هذه المرة الحكومة الأمريكية قررت ألا تأخذ بأي مخاطر في التعامل مع تحذيرات ربما تكون حقيقية وربما تكون سوء تقدير أو عدم دقة في الترجمة. التحذير الأساسي أتى من اليمن، واليمن لها يعني دلالة أخرى في تنظيم القاعدة هذه الأيام، حيث يوجد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأتى رئيس أو زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري عضو جماعة الإخوان المسلمين السابقة بتعيين رئيس تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية كنائب له لشؤون العمليات. وربما من هنا أتى يعني الحذر الزائد عن اللزوم لدلالة هذه المعلومة. طيب ونرى طيب أن اسمح لي سيد أحمد، يعني رغم القضاء على زعيم القاعدة أسامة بن لادن، لكن ألمانيا أخذت في السياق نفسه وأمرت بإغلاق سفاراتها في اليمن تحديدا وليس على مستوى واسع. طيب يعني رغم القضاء على زعيم القاعدة أسامة بن لادن، أصابع الاتهام الأمريكية دائما توجه إلى القاعدة، هل يعني ذلك أن التنظيم بات أكثر خطورة الآن مما كان عليه؟ خطورة تنظيم القاعدة أنه تنظيم غير مركزي، يوجد النواة الأولى يعني تم تأسيسها في أفغانستان بإدماج تنظيمات إرهابية كثيرة تحت راية القاعدة، وأتى بعد ذلك هناك من هم على فكر القاعدة وليسوا منضويين تحت لوائها تنظيميا ويعملوا بنظام الفرانشايز، يعني بأسلوب لا مركزي للغاية بيقوموا بعمليات ويتم نسبها إلى تنظيم القاعدة الرئيسي. القاعدة هي ليست خطرها هم فقط الموجودون في أفغانستان. أنا لا يمكنني أن أغفل أن التنظيمات الإسلامية الإرهابية يوجد بينها اتصال بطريقة أو بأخرى. فعلى سبيل المثال زعيم تنظيم القاعدة الحالي هو أيمن الظواهري، وكان الرجل رقم 2 في التنظيم قبل إعدام أسامة بن لادن. أيمن الظواهري جذوره مستقرة وراسخة في تنظيم الإخوان المسلمين. أنا أرى أيضا أنه يمكن أن تكون هذه التهديدات هي وسيلة لرفع الضغط وتشتيت الانتباه عن الإخوان المسلمين والعمليات التي يتم إعازها لتنظيمات إرهابية في شبه جزيرة سيناء، ولكن هذا مجرد اسم. بمناسبة تشتيت الانتباه، يعني هناك من يعتقد أن غلق السفارات والتحذيرات هي مجرد أسلوب لتحويل الاهتمام وتشتيت الانتباه عن قضايا أكثر إلحاحا في الداخل الأمريكي، مثل ملف إدوارد سنودن ومشكلات البطالة وعجز الكونغرس وغيرها، هل تتفق معه؟ أنا لا أستبعد هذا بكل تأكيد، ولكن أهم من قضية إدوارد سنودن يوجد التحقيقات وجلسات الاستماع الخاصة بحادث بنغازي.
الهجوم على القنصلية واغتيال السفير الأمريكي هناك، هذه يسيطر الآن على اهتمامات الكونغرس قبل ذهابه في الأجازة الصيفية. هذه قضية لا يمكن إغفالها. بالتأكيد يمكن يعني القول أن هذه الأشياء تفيد في تشتيت الانتباه. سنودن هو قضية على المستوى الدولي، لا أعتقد أنه يحظى بهذا الاهتمام داخليا في الولايات المتحدة، ولكن قضية البطالة بكل تأكيد هذه قضية القضايا. الاقتصاد يأتي أولا بالنسبة للمواطن الأمريكي العادي. طب يعني باختصار لو سمحت أستاذ أحمد، يعني هل من الممكن أن تتغير العقيدة الأمريكية الخاصة بمواجهة الإرهاب، بمعنى أن ترتد إلى صيغة الحرب الوقائية؟ هذا أمر وارد في كل الأوقات. المؤسسة العسكرية الأمريكية لها عقيدتها العسكرية مستقرة، ولا أستطيع أن أرى أن إدارة الرئيس أوباما تستطيع أن تؤثر في هذه المنظومة. هم فقط يعطون التصريحات، التصريح أو التفويض بالقيام بعمليات، ولكن البنتاغون له قول كبير في هذا. أحمد فتحي المحلل السياسي كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. عفواً.